إذن متتبعي متتبعات قناة شوف تيفي، تحية للجميع مباشرة من ضواحي قلعة سراغنا مشاهدينا، وبالضبط من جماعة ورقي قيادة ورقي إقليم قلعة سراغنا ضواحي العطاوية مشاهدينا، كما كتابعوا معنا في هذا المباشر. معنا اليوم واحد المواطن يعني طالب معاشو، تيقول أنه ريبوا ليه بحجة أن هذه الأرض يعني ماشي ديالو، رغم أنه تيقول أنه عنده الرسم ديال رسم عدلي بانه الاب ديالو اللي واخذ هذه الارض هذه. اذا غنخليكم مع هذا المواطن غيحكي لنا. اليوم هو عايش مشرد في الزنقه، تيقول هو الوليدات ديالو عنده ثلاثه ديال الوليدات. تفضل حكي لنا شنو المشكل سيدي. المغاربه انتم تشوفوا هذه الحاله اللي فيها انا. كنت طالب معاشو، عندي كارو تنخدم لعباد الله، كاع العباد الله عارفين اني تنقل لهم وتنجمع شويه بشويه. النهار ضايقنا في الدار الوالد، عندنا حنا اربعه الاسره، كلنا كاين اللي عنده ثلاثه، كاين اللي عنده اربعه، كاين اللي عنده خمسه. خوتي هادو خوتي ما في حالهمش مساكن، خدامين قاعدين. انا اللي تنصير انا بهذا الكارو، شاري الوالد ليا الكارو تنخدم به ونجيب لهم القوت. من ضايقنا وليت نجمع مره دي 1000 مره 500 تنقص. نهار جمعت حد المبلغ حد 40000، قلت راه ندوز لهذاك الفندقات وجيت تعويدات تشق عليا حد الحيط، راني وريته لكم من نص هاود الجدره والحيط تشق من هذه وهذه. خفت لا يطيح لي على ولادي، قلت لهم والله ما نخرج انا ندير نخشاشه تماك وندير واحد البيت، راه الناس تيعاونوا فيا. مني درنا هادشي جا البارح هذا اسمو السلطه، قطعوا لي الحديد وقطعوا لي داكشي كل شيء، راه كل شيء شتو على عينكم. ها هو ردموا لي الساس، بيت واحد ولي بغيت ندير. ها هو ما بغيت ندير طواليط، ها هي فين طراسينا هادي الدراري والدراري كل شيء راه معاون معايا، كاع القبيله راه معاونه معايا باش يديروا، تعاونوا معايا حفروا معايا الساس وداروا معايا هذا اسمو. وانتم تشوفوا هذا الحل ما عرفتش شنو. البلاد تيقول لك ماشي ديالكم، البلاد ديالنا توصلنا بكل شيء بقوانين ديالها. لما قالش برسمها يجوا تيطالعوا عليها وشوفوها. هادشي اللي تنطالب شوفوا من الحال راني نشوف داكشي اللي كان عندي راه كله مشى ليا. انا دوك راني صابح والو، لا خدمه لا تليت خدمتهاش، الخدمه ما بقى لا نخدم ما والو. هادي كورونا راني حبست، داكشي اللي كان عندي هو مشى ليا. ما صايباش والدي دوك ما تليش عندي باش نصير عليهم يعني. الله الله وسولوا عليا كاع القبيله منين ما بديتو مول كارو طالب معاشو، تيقول لك هو عزيز راني خدام في العطاوية، خدام في الحمادنا، خدام في التشاريش، خدام ما خليت فينا. راه كاع الحباب تيشوفوا فيا، راني انا اللي تندير نقل لهم ونقل هذا. تنمشي حتى الولاد خلو، فالشله ديال الولاد خلو واللي ما دارش تشوفوني. هادشي اللي تنطالب. يعني شنو تطلب من الناس اللي كيشوفوك المغاربه؟ راني تكرفصت انا، ربي يعاوني شي واحد فينا نشوف الحال في حاله. انا واش باقي شي واحد يسكن وسط العواد؟ اش هذا الوقت هذا ديال واش الوقت ديال العواد؟ هذاك الشيء اللي كان عندي وداه ليا، ما بقى خلاو ليا والو. ها كل شيء راه تقطع، انتم تشوفوا الحديد، نوريكم الحديد تشوفوه. ها انتم اخوتي خساره. ها ها كانت الحديد قطعوا عليا خلوني. الله الله هذاك الشيء اللي باش كنبني بنادم بيت، ها هو ضعت انا ضعت وعايش جا الملك. هذا الشيء اللي تنطلب. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كما تابعتوا معنا في هذا المباشر من ضواحي قلعة سراغنا وبالضبط من جماعة ورقي قيادة ورقي، كما شفتوا معنا هذا الطالب مع شهاد المواطن اللي ريبوا ليه يعني في بداية البناء، ريبوا ليه يعني كان تيقول أنه يبني فين يستقر، والوليدات ديالو ما عندوش فين يستقر. واليوم كيوجه نداء للمحسنين ذوي القلوب الرحمة والمغاربة باش يتعاونوا معاه، والمسؤولين كذلك باش يتعاونوا معاه باش يساعدوه باش يبني على الأقل قبر الحياة. إذا مشاهدينا الى هنا نصل، اللي بغى يتعاون مع هذا السيد عفوا مشاهدينا، فالرقم ديال الهاتف ديالو اعلى هذا المباشر في العنوان ديال هذا المباشر. مشاهدينا الى هنا نصل الى نهايه هذا البث المباشر من ضواحي قلعه سراغنا، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.